من الذين نعتمد عليهم في حياتنا؟ من الذين نجدهم دوماً بجانبنا؟ مستعدين للتضحية ورسم البسمة على وجوهنا لجعل يومنا أفضل ولمشاركتنا أجمل لحظات المرح واللعب. بحث نور عن أخته روان في كل مكان، لكنه لم يستطع أن يجدها. مرحبا يا نور. ماذا؟ كيف أتيت إلى هنا؟ قلت أنك ستعود للمنزل بالتأكيد. ما الذي أصاب جهازك؟ إنه لا يعمل، لكنه جديد. أعلم ذلك، لقد بحثت عنك في كل مكان. أخي، هل قلقت لأجلي؟ كفى، يجب علينا إصلاحه. وكيف لنا أن نفعل ذلك؟ مهلاً، أنت الخبيرة هنا. ولكنني لا أعرف كيف أصلحه، أنت تعلم ذلك. عليك أن تحاولي أولاً. فعلت ذلك قبل أن تأتي، ولم أصل لأي شيء، صدقني. أتفكرين فيما أفكر فيه؟ أظن ذلك، انتظرني هنا. مرحباً. مرحباً أستاذ ثعلوب، روان أتلفت جهازها اللاسلكي. قلت لك لم أفعل ذلك. كفى عن الشجار، أعطني جهازك، ربما أستطيع إصلاحه. ها هو، لكنني لست السبب، صدقني. سأذهب إلى ورشتي لأرى ما مشكلته. شكراً أستاذ ثعلوب. عفواً. أتظن أنني السبب حقاً؟ بالتأكيد، ومن غيرك؟ ولكنني لم أفعل. لا، أظن أنك فعلتي. شيء لا يصدق. الآن يعمل جيداً. ألم أقل لك؟ لكنه لم يكن كذلك، لقد جربته. أعلم، لكنه سليم الآن. أرأيت؟ أنت أتلفته وأصلحه الأستاذ ثعلوب. لم يكن تالفاً يا نور، إنها البطاريات. آسف رورو. لا عليك، لقد كنت خائفاً عليك. أعلم ذلك، لدي أخ رائع. ربما يختلف الإخوة أحياناً ويتشاجرون، لكنهم في النهاية يظلون عائلة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة.
بدأ اليوم بداية جميلة، فالأستاذ ثعلوب يمارس رياضته الصباحية، والجو رطب والمنظر بديع، مما يجعلك تود الركض في هذا الطريق حتى تصل إلى نهاية العالم. لكن بدأت تلك الظاهرة في الانتشار، مما أجل أي فكرة للاستمتاع بهذا الطقس. يا لهذا الضباب الذي يكسو الغابة اليوم، إنها ظاهرة غريبة تجتاح الغابة في الآونة الأخيرة. أرجو أن يكون كل شيء بخير، علي الذهاب إلى المنزل حالاً. هل الجميع في الغابة يعانون مثلي؟ أنا لم أحصل على جريدة الصباحية بعد، وكيف لي أن أحصل عليها؟ فأنا لا أستطيع الرؤية. أها، السيد سلطان، سأقوم بالاتصال به، فربما يستطيع إخباري بما يحدث. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى هاتفه لمحادثة السيد سلطان. ولكنه لم يجد أي رد. ربما ليس بمنزله، سأحاول محادثته عبر اللاسلكي. وعندما بدأ بالبحث عن جهازه، إذا به يسمع صوت طرق على الباب فجأة. ها؟ كيف استطاع أحدهم القدوم في هذه الظروف؟ ترى من يكون؟ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى باب منزله ثم فتحه. كان يقف أمامه السيد جواد مرتدياً ملابسه الأنيقة. من لا يعرف السيد جواد يظن ربما أنه من رجال الاستخبارات، ولكنه لم يكن إلا رجل أعمال بارع، وكان اليوم يمر بمشكلة. السيد جواد، يا للمفاجأة، لم أتوقع أنه أنت أبداً. كيف حالك؟ تفضل. شكراً أستاذ ثعلوب، أنا لا أريد أن أضيع أي وقت، فأنا دقيق في وقتي وأعمالي. بالطبع، هل أحضر؟ لا وقت لدي، فقط أردت مشورتك في أمر ما أستاذ ثعلوب. اجلس من فضلك، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. حسناً، تريث قليلاً، وأخبرني قبل كل شيء كيف استطعت الوصول في هذا الضباب. قصة طويلة، ستستغرق وقتاً، ولا يمكنني أن أضيع وقتي بأي طريقة. حسناً، أخبرني ماذا هناك؟ في بداية الأسبوع السابق، استطعت بعد جدال ومحاولات كثيرة أن أنجح في الحصول على منجم الذهب الموجود في شرق الغابة. باختصار شديد، المفترض أن هذا المنجم به ذهب، ولكنني عندما بدأت بالتنقيب لم أعثر إلا على حفنة من التراب. كان شعوراً سيئاً جداً، لقد خاب ظني وأحسست أنني أخطأت بهذه الصفقة. ما رأيك أستاذ ثعلوب؟ هذا غريب حقاً، المنجم معروف بذهبه الكثير بالداخل. ما رأيك أن نذهب الآن إلى هناك ونرى ما يمكننا فعله؟ ولكن انتظرني لحظة، سآتي بشيء يساعدنا. أأنت متأكد أنك لا تريد شرب شيء ما؟ نعم، أشكرك أستاذ ثعلوب، أرجو منك أن تسرع، أنت تعلم أن الوقت كالسيف، إن لم تقطع... تقطعه قطعك، نعم، أمهلني دقيقتين فقط. كثير أستاذ ثعلوب. دخل الأستاذ ثعلوب غرفته وقام بتبديل ملابسه في الحال، ومن ثم خرج إلى ورشته سريعاً وبدأ في البحث عن آلة لكشف المعادن، وبالفعل وجدها، فعاد من فوره إلى منزله حيث وجد السيد جواد واقفاً ينظر إلى ساعته ويبدو عليه القلق الشديد. أستاذ ثعلوب، لماذا تأخرت؟ لدي اجتماع في المساء مع رئيس مجلس الغابة، سنعقد صفقة، وأي دقيقة تضيع ثمنها كبير، فأنت تعلم أن الوقت كالسيف. فهمت سيد جواد، ولكننا هكذا نضيع وقتاً أكثر، أليس كذلك؟ بلى، هيا بنا إلى سيارتي. حسناً. كان الضباب قد بدأ في التلاشي شيئاً فشيئاً، وأصبحت الرؤية مقبولة، وعندما وصل كانت المفاجأة. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ترى ما الذي حدث؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في يوم من أيام الربيع، حيث الطقس البديع، نام الأستاذ ثعلوب في هدوء خاليا ذهنه من كل المواضيع. لم يوقظه إلا صوت العصافير، فغادر من فوره السرير وفتح خزانة ملابسه الأنيقة، مخرجاً قميصه وربطة العنق الدقيقة.
وبعد ذلك احتسى مشروبه الفريد، ثم طالع الجريدة ليعرف الجديد، وما إن انتهى حتى ركب سيارته وغادر إلى مكان بعيد. في هذه الأثناء كان الصغير ميمون يقود دراجته في الغابة. كان ميمون مستمتعاً بشدة، لكن فجأة انزلقت الدراجة ووقع ميمون من عليها. ميمون يا صغيري، هل أنت بخير؟ أنا آتٍ. نعم، ولكن الدراجة ليست بخير. يبدو أن هناك مشكلة في إطار الدراجة. لا تقلق عزيزي، سوف أصلحه لك. ميمون، فلتساعدني في عد أماكن المسامير؟ بالتأكيد. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. يبدو أنهم 9 مسامير. حسناً صغيري، سأعد كم واحداً في حقيبة أدواتي. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. سأخذ مسماراً إضافياً تحسباً لخطئه في العد. إذن 9 + 1. نحتاج لعشرة مسامير. هذا سهل. حسناً ميمون، لقد انتهينا. شكراً جزيلاً أستاذ ثعلب، لقد ساعدتني كثيراً. هيا جربها. ومجدداً انطلق ميمون بدراجته الجميلة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. كانت الآنسة ياسمين ترسم على الشاطئ كعادتها، مستمتعة بممارسة هوايتها. أظن أنني يجب أن ألونه باللون الأزرق. لا مهلاً، أظن أن هذا أفضل. لما لا أعطيه بعض اللون الوردي الموجود على ريشي؟ هذا لا يجدي نفعاً. علي الاتصال بالأستاذ ثعلوب لعله يخبرني ما يجب علي فعله. مرحبا. أهلاً أستاذ ثعلوب، أنا ياسمين. أهلاً ياسمين، كيف حالك؟ بخير أستاذ ثعلوب، لكنني بحاجة إلى مساعدتك. هل بوسعك القدوم إلي؟ أنا في مكان الرسم المعتاد. بالطبع، سآتي حالاً. ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وانطلق بسيارته إلى حيث ترسم ياسمين. أستاذ ثعلوب، أنا سعيدة لمجيئك. لقد حاولت بكل الطرق ولكنني لم أفلح. ماذا تحاولين أن تفعلي؟ أنا أحاول أن أضيف بعض اللون الوردي أستاذ ثعلوب. لا أظنك تتبعين الطريقة الصحيحة يا سمين. حسناً، ماذا علي أن أفعل؟ هل تستخدمين لوحة للألوان؟ بالتأكيد. حسناً، أي الألوان لديك؟ لدي الأحمر، الأزرق، الأصفر، الأسود والأبيض، وينقصني الوردي، الأخضر، البرتقالي، البنفسجي والبني. دعيني أرى، إذا أضفنا القليل من الأحمر إلى القليل من الأبيض نحصل على الوردي. إنه أشبه بالسحر. وماذا عن بقية الألوان؟ هل تودين التجربة؟ أجل، أود ذلك، ولكن أي الألوان أستخدم؟ أطلق العنان لخيالك. أريد أن أجرب الأحمر والأزرق. حسناً. رائع، أستطيع تلوين أزهاري بالبنفسجي. هل تريدين التكرار؟ بالطبع، هذه المرة سأجرب الأحمر والأصفر. جميل، إنه البرتقالي. إنه جميل أستاذ ثعلوب، لكن لا زال ينقصني الأخضر. حسناً، لنرى.
ألم نخلط الأزرق والأصفر بعد؟ صحيح، انظر إلى هذا اللون الأخضر الجميل. الآن لوني كما تشائين. لكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن البني؟ صحيح، كدت أنساه. برتقالي وأزرق. نعم، هو ذاك. حقاً أنا لا أعرف كيف أشكرك أستاذ ثعلوب. لا عليك يا سمين، أحب ألوانك جداً. بالفعل؟ نعم، إنها زاهية. أشكرك، هذا بفضلك أنت. حسناً، إذا أردت لوناً ما فقومي بدمج الألوان معاً. وهكذا عن طريق دمج الألوان التي لديها حصلت ياسمين على ألوان جميلة جديدة، فكانت منشرحة سعيدة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في صباح يوم مشرق جميل، انطلقت السيدة نظيرة بنشاط وحيوية باتجاه منزل السيد ألفي. مرحبا، معك ألفي. ألفي، أنا السيد شائب، كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا لك. عظيم، أرسلت لك المقطوعة الجديدة، عليك التدرب جيدا. بالتأكيد، سأبدأ بمجرد وصولها. ما إن وضع السيد ألفي السماعة حتى سمع طرقا على الباب. صباح الخير سيد ألفي، لدي طرد لك من السيد شائب. شكرا سيدة نظيرة، الآن علي أن أبدأ. أخذ السيد ألفي الطرد وأخرج النوتة الموسيقية، ثم خرج ليتدرب. جلس السيد ألفي يستجم على الشاطئ ويتمرن على المقطوعة الموسيقية الجديدة. أحب السيد ألفي الكمان كثيراً وكان يستمتع بالعزف عليها، لكن ذات مرة وأثناء اندماجه في العزف انقطعت أوتار الكمان، مما أحزن السيد ألفي بشدة. يا إلهي، انقطعت الأوتار، كيف سأتدرب الآن إذن؟ ماذا علي أن أفعل؟ وجدتها، سأذهب للأستاذ ثعلوب. مضى السيد ألفي باتجاه منزل الأستاذ ثعلوب آملاً في إيجاد حل لمشكلته. ترى من يكون؟ سيد ألفي، نجمنا الكبير، مرحبا، تفضل. شكرا أستاذ ثعلوب. استرح. هل تود عصير الليمون؟ هذا لطف منك. عاد الأستاذ ثعلوب ومعه العصير اللذيذ، وعندئذ لاحظ الكمان. ماذا حدث للكمان؟ كنت أتمرن على الشاطئ، ثم فجأة انقطعت الأوتار، فهل يمكنك مساعدتي؟ حسناً، يمكننا شراء أوتار جديدة وتركيبها. لقد اشتريتها بالفعل، لكني لا أعرف كيف أركبها، إنها أول مرة. لا عليك، الأمر بسيط، دعني أشرح لك كيف تركبها. أولاً، نزيل الوتر القديم عن طريق لف هذا المفتاح، ثم نقوم بسحب الوتر المقطوع خارجاً، وبعد ذلك نلف المفاتيح الصغيرة في الجهة الأخرى ونسحب باقي الوتر المقطوع من مكانه. ها قد أخرجنا الأوتار المقطوعة.
الآن ندخل هذا الطرف للوتر الجديد في هذه الفتحة، ثم نلف الوتر حول الفتحة هكذا ونثبت الطرف الآخر في الفتحة الأخرى. وها هو الوتر الآخر أيضاً. أخيراً! تفضل جربها. حسناً! أخيراً بعد حل مشكلته وإصلاح الكمان، عاد السيد ألفي لبيته ليعزف من جديد. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات صباح جميل مشرق، وبعدما أنهى الأستاذ ثعلوب إفطاره، خرج ليمارس تمارينه الرياضية، وإذا به يرى السيد نديم قادما نحوه. نديم، كيف حالك؟ مضى وقت طويل، لقد اشتقت إليك. بخير أستاذ ثعلوب، اشتقت إليك أيضا، وأرجو أن تكون بخير. لماذا يبدو مهموما هكذا؟ أرجو ألا يكون قد أصيب بسوء. لما أنت حزين سيد نديم؟ هل أصابك مكروه؟ هل أنت بخير؟ أستاذ ثعلوب، أنا بحاجة إلى مساعدتك. لا تقلق يا عزيزي، واعلم أنه لا توجد مشكلة بلا حل، وسنصل إليه قريباً. أعلم أستاذ ثعلوب، فأنت نعم الصديق. لندخل المنزل إذن، سأحضر لك العصير ثم تحكي لي مشكلتك حتى نجد حلاً لها. هيا بنا. صنعت لك بعض البرتقال الطازج حتى تسترخي أعصابك سيد نديم. كم أنت لطيف، أحب البرتقال كثيرا، شكرا لك. أستاذ ثعلوب، أعتذر مجددا لمجيئي المفاجئ بلا ترتيب، لكن لم يكن لدي خيار. لا عليك صديقي، أنت تعلم أنني أعد أكبر نجار بالغابة، وقد كبرت تجارتي مؤخراً، وأصبح لدي العديد من الزبائن. نعم، أنت تعمل بجد وتستحق ذلك. صنعت في السابق قوارب للصيادين، وقد اشتهرت وذاع صيتي بعدما صنعت للسيد رماح أفضل قواربي، وهو بدوره أخبر كل الصيادين فهرعوا لعمل قوارب مثله. هذا أمر رائع، أنا سعيد بذلك. لكن بالأمس جاء إلي السيد رماح وطلب مني أن أصنع له سفينة تستطيع أن تسعه هو وجميع أصدقائه، فهو يخطط للذهاب إلى رحلة صيد، قال أنها ستكون مميزة. نعم، لقد سمعت بذلك الأمر. لكن المشكلة هي أنني لم أصنع سفينة من قبل، ولا أعرف أيضا أي أخشاب أحتاج لصنعها. أنا في حيرة من أمري، فكرت أن أرفض هذا الطلب ولكنني ترددت في ذلك، أرجوك ساعدني. يا لها من مشكلة كبيرة، علي بدء البحث في كتبي. هكذا نظل نتعلم حتى آخر عمرنا. هلا أمهلتني بعض الوقت، وسأتصل بك وقتما أصل للحل. سأنتظر مكالمتك، أنا أثق بك كثيرا أستاذ ثعلوب. بعدما خرج السيد نديم، بدأ الأستاذ ثعلوب في البحث لمعرفة الطرق الممكنة لبناء السفن. وبعد مرور عدة ساعات، وصل إلى الحل. نعم، وجدتها، لكن علي التأكد أولاً. أجل، هذه هي.
وبعدما عاد لمنزله اتصل بالسيد نديم ليخبره أنه وجد حلاً لمشكلته. لم تمض إلا دقائق معدودة حتى سمع طرقاً على الباب. سيد نديم، لقد أتى سريعاً. أخبرني أستاذ ثعلوب. حسناً، تفضل. لقد توصلت لحل مشكلتك. لم أشك للحظة بك أستاذ ثعلوب. لا أعرف كيف أشكرك، فأنت تساعدني دائماً. لا تقل هذا. انظر هنا، هذه مخططات، من خلالها ستجد إرشادات تعلمك بناء السفن. بدأ السيد نديم قراءة المخططات بتمعن، ثم بدت على وجهه ملامح السعادة وقال: إنها أبسط مما تخيلت. شكراً لك أستاذ ثعلوب، ولكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن المواد التي سأحتاج إليها؟ هذه لائحة بكل المواد التي ستحتاج إليها. وماذا عن نوع الخشب الذي سأستخدمه؟ بحثت ملياً في الأمر، ووجدت أن العرب القدامى كانوا يستخدمون خشب الساق في بناء السفن، لأنه يتميز بقوته وصلابته، وأيضاً يمكن تقطيعه للحصول على الألواح العريضة اللازمة للسفن. لكن أستاذ ثعلوب، أعلم أنك لا تعرفه، لا يعرفه الكثيرون. هيا نذهب معاً لأريك الشجرة التي عثرت عليها في الغابة. في غابتنا؟ أجل، يوجد كل شيء قد تحلم به في غابتنا الرائعة. صعد الأستاذ ثعلوب وبجواره السيد نديم إلى سيارته وانطلقا في طريقهما. ها هي الشجرة. عندي الكثير من هذه الأخشاب، لكنني لم أعرف أنها تستخدم في بناء السفن. وأنا أيضاً لم أكن أعرف، ولكن ببعض البحث نتعلم أشياء كثيرة يا صديقي. أنا عاجز عن شكرك، أنا في غاية السعادة، لن أنسى لك صنيعك هذا أبداً. هذا واجبي يا عزيزي. الآن بعدما عرفت ماذا أفعل، سوف أعود وأشرع في بناء تلك السفينة لرماحي في أسرع وقت. وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب رفيقه السيد نديم وانطلق عائداً تبدو عليه علامات الراحة والهدوء، لأنه قدم معروفاً وساعد صديقاً. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. يا له من صباح جميل. المفترض أن يكون الصقر زياد هنا الآن ليحضر لي الحلوى اللذيذة من الجانب الآخر للنهر، فأنا لا أستطيع عبور النهر بمفردي ولا أستطيع السباحة. يجب أن أذهب إلى الأستاذ ثعلوب، فهو سيساعدني بالطبع. من هنا؟ نمنومة صغيرة، أهلاً، تفضلي. شكراً أستاذ ثعلوب. كيف أساعدك؟ أستاذ ثعلوب، أعلم أن مشكلتي تبدو صغيرة وأنك مشغول بشدة، ولكن أنا... لا تقلقي نمنومة، أياً كانت سنجد حلاً لها. أخبريني، ماذا يضايقك؟ حلوى السكر. حلوى السكر؟ ما بها؟ لا شيء، أنا أحبها وأريد الحصول عليها، ولكن لا يمكنني الحصول عليها إلا من الجانب الآخر للنهر، وأنا لا أستطيع السباحة. إذن كيف حصلت عليها سابقاً؟ عن طريق أصدقائي، كانوا يعبرون النهر ويحضرونها لي من هناك، لكنني لا أريد انتظارهم كل مرة، أريد أن أحضر الحلوى بنفسي متى شئت. فهمت، إذن أنت بحاجة إلى طريقة لعبور النهر. نعم. تريدين تعلم السباحة؟
مستحيل، فأنا أخاف من الماء كثيراً. هو كابوس بالنسبة لي. هل من طريقة أخرى أستاذ ثعلوب؟ بالطبع، دعيني أفكر. أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر في حل، فنمنومة الصغيرة لا تريد أن تبتل، ففكر في بناء جسر تعبر عليه، وهو بالطبع ما تحتاج إليه. عزيزتي نمنومة، هل هو نهر عريض؟ عريض جداً أستاذ ثعلوب. ليس سهلاً، فلنذهب الآن. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته الرائعة، حيث جلب صندوق أدواته وبعض الأخشاب، ثم وضعهم في سيارته الجيب الأنيقة، وانطلق برفقة الصغيرة نمنومة. صغيرتي نمنومة، إن عرضه ليس كبيراً. ولكنه كبير بالنسبة لي. أنت تقول ذلك لأنك كبير جداً. أنت محقة. والآن بدأ العمل. وأخيراً انتهينا. أستاذ ثعلوب، هذا ما أردته تماماً. أشكرك كثيراً أستاذ ثعلوب. علي أن أذهب لإحضار حلوى السكر، لطالما تمنيت ذلك. استمتعي بالحلوى يا نمنومة. بعد أن اطمأن الأستاذ ثعلوب لعبور نمنومة للنهر، قاد سيارته وعاد لبيته سعيداً بانتظار يوم جديد. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات يوم جميل مشرق بالأمل، خرج الأستاذ ثعلوب ليتجول ويستمتع بنسيم الغابة العليل وأشعة الشمس الدافئة. بين تغريد الطيور وطنين النحل ورائحة الزهور الزكية، مضى الأستاذ ثعلوب مستمتعاً بوقته. وعندما وصل إلى بيت القرد الصغير ميمون، وجده يفعل شيئاً غريباً للغاية. ميمون، ماذا تفعل؟ أنا أخزن طعامي المفضل لآكله في الشتاء. لكن لا يجب أن تدفنه، هكذا سيفسد. ولكن ماذا أفعل أستاذ ثعلوب؟ إنه ينمو في الصيف فقط، وأنا أحب أن آكله كثيراً. أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر كيف يمكنه مساعدة ميمون. لا تقلق ميمون، أظن أن لدي فكرة. حقاً؟ وما هي؟ انتظر وستعرف. سأنطلق إلى ورشتي وأعود إليك في الحال. حسناً أستاذ ثعلوب. عندئذ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته. وبعد حساب كل العوامل، بدأ في جمع ما يحتاج إليه. ثم أخذ صندوق أدواته ومفاتيح سيارته وبعض الألواح الزجاجية التي وضعها في السيارة، وانطلق في طريقه إلى ميمون.
لما كل هذا؟ إنها مفاجأة. أنا متحمس جدا. وهكذا انتهى الأستاذ ثعلوب بينما كان ميمون يشاهده منبهراً بما يفعل. تفضل، لن تفقد الأناناس ثانية. إذن هل أخزنهم هنا؟ لا لا، ستزرعهم هنا. هذه هي الصوبة الزجاجية. صوبة؟ وماذا نصوب عليها؟ لا، لا نصوب، بل هو اسم يفيد زراعة النباتات بداخلها في أي وقت. إذن الآن يمكنني الحصول على الأناناس في أي وقت؟ أجل، في أي وقت. رائع، شكراً أستاذ ثعلوب. لا عليك. تفضل، هذه لك أستاذ ثعلوب، إنها أفضل واحدة لدي. هذا لطف منك عزيزي، أحب الأناناس. الآن أنا وأنت نستطيع أكله متى أردنا. مضى الأستاذ ثعلوب سعيداً بمساعدة الصغير ميمون. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في منتصف فصل الشتاء، حيث موسم التخزين والاختباء، كان صوت الرعد يخلع القلوب والمطر منهمر على كل الدروب، وكان صديقنا نقار الخشب نديم يواجه إحدى المشكلات. يا إلهي، ما هذا الطقس البارد؟ علي الاستعانة بالأستاذ ثعلوب قبل أن ينهار منزلي. كان الأستاذ ثعلوب يقرأ كتابه عندما وصل إليه السيد نديم. لم يكن أحد ليأتي في مثل هذا الوقت إلا إذا كان هناك مشكلة. سيد نديم، ما الذي جاء بك في هذا الطقس البارد؟ تفضل بالدخول سريعا. أستاذ ثعلوب، أعلم أن الطقس بارد، وأعلم أن مشكلتي قد تصيبك بالملل، لكن أرجوك ساعدني. بالطبع، لا تقلق واسترح قليلا، ريثما أعد لك مشروبا ساخنا يدفئك في هذا البرد الشديد. حسنا، شكرا لك أستاذ ثعلوب. الآن أخبرني، ما هي مشكلتك؟ إنه السقف، أفسده الشتاء ثانية. حاولت مرارا وتكرارا أن أصلحه دون جدوى، لا ينتهي أبدا كابوس فصل الشتاء. تفضل عزيزي. أشكرك بشدة. إذا أخبرني، ماذا حدث للسقف؟ المطر يجعله هشا، حتى أنني أحيانا أخاف أن يتهاوى. لا أريد أن أتجمد. أنت محق، إنها حقا مشكلة كبيرة. حسنا، هل ستساعدني؟ أدرك الأستاذ ثعلوب أنه لن يستطيع إيقاف المطر، لذا ظل يفكر ويفكر. لدي فكرة، يجب أن نبعد المطر عن سقف منزلك. ولكن كيف سنفعل ذلك؟ حسناً، علينا الذهاب لمتجر الغابة، لكن أولاً علينا أن ننتظر توقف العاصفة. انقشعت العاصفة وأشرقت الشمس من جديد، وبعدها أظن أن الطقس مناسب الآن. هيا ننطلق أستاذ ثعلوب.
انطلق الاثنان معا وتوجها نحو متجر الغابة. وماذا سنشتري أستاذ ثعلوب؟ سقفا مائلا. سقف؟ وكيف نستطيع أن ننقله؟ لا تقلق، هذا نوع جديد يبيعونه على هيئة قطع يمكن تجميعها معا. حل عبقري. أجل. اختار الأستاذ ثعلوب سقفا جميلا وتحرك معا نحو منزل السيد نديم. وهناك صعد الأستاذ ثعلوب وبدأ في إصلاح المنزل من الأعلى. والآن كل ما نحتاجه هو أن نجمع تلك القطع معا. ها قد انتهيت. أنا آت. لا أصدق عيني. هذا السقف لن يجعل المطر يزعجك مرة أخرى، لا تقلق يا عزيزي. إذن هل تقصد أنه لن يدخل الماء إلى منزلي مرة أخرى أستاذ ثعلوب؟ بكل تأكيد، فأنا الأستاذ ثعلوب. أنا في غاية السعادة، أشكرك كثيرا أستاذ ثعلوب. لا عليك أبدا، كل ما يهمني أن نعيش معا في جو جميل. ودع السيد نديم الأستاذ ثعلوب بعدما عاد الدفء والأمان. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. يوماً ما، وبينما كان الأستاذ ثعلوب جالساً يشاهد التلفاز ويستمتع بأكل الحليب والشوفان، إذ سمع طرقاً على الباب. ترى من يكون في هذا الوقت المبكر؟ قام الأستاذ ثعلوب ليفتح، وفي طريقه ظل يدعو ألا يكون أحد الحيوانات قد أصابه مكروه. وعند الباب رأى إحداهن واقفة في قلق شديد. كانت تلك هي السيدة رشيقة. صباح الخير سيدة رشيقة، كيف حالك اليوم؟ صباح الخير أستاذ ثعلوب، هل لك أن تساعدني في أمر عاجل؟ بالتأكيد، تبدين قلقة جدا، ما الأمر؟ ابني الصغير دبدوب المحبوب علق عاليا في الشجرة. وكيف حدث هذا؟ لقد التصق في خلية نحل، كل ما أراده كان العسل، وهو الآن عالق هناك، أخشى أن يقع على الأرض أو يصيبه أي مكروه. ليس في وجودي سيدة رشيقة، لحظة. ها قد جئت. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته على الفور وأحضر حقيبة الأدوات التي يحتاجها من الداخل، وضعها في سيارته الجيب الأنيقة، وساعد السيدة رشيقة في الركوب. وأخيراً وبعد طول مسير وصل إلى وادي الأشجار، حيث كانت الشجرة الطويلة ذات خلية النحل التي التصق بها دبدوب الصغير. أسرعوا! اصبر قليلاً دبدوب الصغير، فنحن سنساعدك في النزول. لا تخف يا صغيري، أستاذ ثعلوب سيساعدك في النزول بعد لحظات. كل ما علينا فعله الآن هو بناء سلم. جلب الأستاذ ثعلوب بعض المسامير المعدنية وبعض قطع الخشب من حقيبة أدواته. سيدة رشيقة، هل ساعدتني في حساب عدد المسامير لدي؟ بالطبع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ولكنهم كانوا 10.
ها هو. أنا قادم لمساعدتك يا دبدوب. 1 2 3 4 5 أنا قادم. 6 7 8 9 10 أنت هنا أخيرا. هيا تشبث بي جيدا، سننزل معا. المنظر مخيف. لا تخف، اقترب، تعال. وهكذا استطاع الأستاذ ثعلوب أن ينقذ دبدوب المحبوب. شكرا جزيلا لك أستاذ ثعلوب، لقد ساعدتنا كثيرا. لا عليك أبدا سيدة رشيقة، كن حذرا في المرة القادمة. شكرا أستاذ ثعلوب. في هذه اللحظة ودع الأستاذ ثعلوب كل من السيدة رشيقة وابنها دبدوب المحبوب، ثم أدار سيارته واتجه عائدا إلى المنزل مبتسما يقول في نفسه: نعم الأصدقاء، الصديق وقت الضيق. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. أسيل نحلة نشيطة تستيقظ صباحاً فتتناول فطورها وتطمئن على عسلها، ثم تنطلق لتجمع بعض الرحيق. يبدو هذا رائعاً، سأخذ بعضاً من هنا. هذه ستكون منعشة، إنه نوعي المفضل. ظلت تجمع كل الرحيق الذي تحتاجه، وعندما انتهت اتجهت عائدة للبيت. وحينما اقتربت من بيتها وجدت مفاجأة غير سارة. يا إلهي، العسل لقد انسكب، من فعل ذلك؟ نظرت أسيل يمينا ويسارا لكن لم يكن أحد هناك. حزنت أسيل كثيرا وقررت أن تذهب إليه سريعا. أسيل، كيف حالك؟ أستاذ ثعلوب. أسيل، ماذا حدث؟ لقد سرق أحدهم العسل ودمر خليتي. من قد يقوم بهذا العمل الشنيع؟ لا أعلم ماذا حدث، كنت بالخارج أجمع الرحيق وعندما عدت وجدت. اهدئي الآن واطمئني. لا أعلم ماذا أفعل. شعر الأستاذ ثعلوب بالأسف تجاه أسيل وفكر في حل جيد لها. وجدتها. وجدت من فعل هذا؟ لا، لكنني أستطيع منع تكرار ذلك. حقا؟ نعم، تعالي معي. في الحال اتجه الأستاذ ثعلوب لورشته، أحضر بعض الحديد وألواح الخشب وصندوق أدواته، ومن ثم قفز إلى سيارته وبجانبه أسيل وانطلق بعيدا. أنت محقة، لكن سيكون كل شيء على ما يرام. بدأ الأستاذ ثعلوب العمل،
فجمع ألواح الخشب وصنغ منها صندوقاً وضعه على فرع الشجرة، ثم قام بتدعيمه بالمسامير وربطها جيداً وجعل له باباً صغيراً. الآن انتهينا! لا أصدق! عمل رائع! شكراً أستاذ ثعلوب! تفضلي، خذي هذا أيضاً. وما هذا؟ هذا مفتاح لخليتك، لن يدخلها أحد دون إذنك. حقاً؟ لا أعرف كيف أشكرك. لا عليك آنسة أسيل. تفضل أستاذ ثعلوب، هذه هدية لك. وما هذه؟ إنه إناء به عسل لذيذ، وهو أفضل نوع لدي. هذا لطف منك. حسناً، شكراً لك أسيل. وهكذا قاد الأستاذ ثعلوب سيارته عائداً في منتهى السعادة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات ليلة من ليالي الغابة المقمرة، شعرت السيدة بطوطة بالجوع فقررت أن تخبز كعكة لذيذة. الآن علي أن أنتظرها حتى تنتهي. بدأت السيدة بطوطة في تنظيف المطبخ، ثم اتجهت إلى الموقد حتى تتفقد الكعكة. لكن عندما فتحت باب الموقد، كان الأستاذ ثعلوب يغط في نوم عميق، لكنه استيقظ على صوت السيدة بطوطة. وحش! هذه أنا بطوطة! لقد أخفتني، فالوقت متأخر. ما الذي حدث؟ انفجار! ماذا؟ أين؟ في بيتي، انفجر الموقد بينما كنت أخبز الكعكة. الكعكة! تركتها بداخل الموقد! هيا نذهب حالاً، سآتي معك. أخذ الأستاذ ثعلوب مفاتيح سيارته وانطلق هو والسيدة بطوطة باتجاه منزلها. أين الموقد سيدة بطوطة؟ في الأمام، انظر. سيدة بطوطة، هل قرأت لي لافتة التحذير هذه من فضلك؟ إجراءات السلامة، موقد الغاز، يرجى إغلاق صمام الغاز بإحكام لتجنب حدوث تسريبات خطيرة قد تؤذي صحتكم. بالضبط. صمام الغاز؟ لقد تركتيه مفتوحاً. كنت جائعة أستاذ ثعلوب. كنت جائعة؟ عظيم. على كل حال لقد أغلقته. ما هذه الرائحة؟ إنها الكعكة، أظنها جاهزة الآن. تبدو شهية جداً. لتجلس وتتذوقها. حسناً، لا أستطيع أن أرفض. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في ظهيرة يوم من الأيام، خرج الأستاذ ثعلوب في جولة في الغابة. إنها الرابعة، إنه وقت الغداء. مطعم الرشاقة، ممتاز. طاب يومك سيدة رشيقة، كيف حالك؟ أنا بخير، شكراً لك. ما المميز عندكم اليوم؟ حسناً، لدينا اليوم خلطة سحرية ستعجبك بكل تأكيد، عليك أن تجربها، إنها لذيذة
بها نوع الخضر الذي تفضله، ويوجد بها أيضاً بعض الإضافات الشهية. يبدو شهياً بالفعل، هيا سأجربه. لم تغب السيدة رشيقة طويلاً حتى خرجت وفي يدها الوجبة. رائحتها زكية. آمل أن يكون طعمها مثل رائحتها. بل أظنه سيكون أشهى. إنها لذيذة. بالهناء والشفاء. سمع الأستاذ ثعلوب صوت تنهد السيدة رشيقة آتياً من الداخل. لا، علي أن أذهب وأطمئن عليها. سيدة رشيقة، هل أنت بخير؟ سمعتك تتنهدين، ما الأمر؟ أنا لا أعلم، اختفى الطعام من مكانه. اختفى؟ كيف ذلك؟ لست متأكدة، لكن انظر، لقد تركت بعض العنب هنا، ثم ذهبت لأحضر بعض اللبن، وعندما عدت لم أجد العنب. دعيني أرى تلك المنضدة. أها، لقد وقع العنب في هذه الفتحة. فتحة؟ سيدة رشيقة، عرفت كيف أصلحها. حقا؟ كل ما أحتاج إليه بعض ألواح الأخشاب، هل لديك أي منها؟ نعم، لدي العديد. أخذ الأستاذ ثعلوب ألواح الخشب وبدأ العمل. هي الآن جاهزة. رائع، تبدو كمنضدة جديدة. شكرا جزيلا لك أستاذ ثعلوب. لا عليك، سأذهب لأنهي وجبتي الشهية. أشكرك مجددا. أشكرك على الوجبة الرائعة. بكم أدين لك؟ لا، إنها هدية. وإليك أيضا كعكة التوت، لا شك أنك ستحبها. عادت السيدة رشيقة إلى زبائنها بعد أن ودعت الأستاذ ثعلوب الذي مضى يقول في نفسه أنه لا شيء يضاهي مساعدة الآخرين ورسم البسمة على وجوههم. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. أحب هفاف دائماً الانضباط في مواعيده، ولم يكن يتأخر أبداً في أي شيء. أنا سأصل في الموعد. ولكن بينما هو يسير إذ سمع صوت ساعة الغابة. العاشرة؟ ليس مجدداً، كيف حدث هذا؟ لا لا لا، ماذا أصابك ساعتي الغالية؟ جعلتني أتأخر ثانية، أرجو أن لا أطرد من عملي بسببك. وأثناء حديث هفاف لنفسه مر به الأستاذ ثعلوب. مرحباً يا هفاف، سمعت مؤخراً أنك تأتي في ميعادك بالتمام. أستاذ ثعلوب، لا، لقد تغير ذلك الآن، لم أعد آتي في الموعد. كيف هذا؟ أنت منضبط جداً. أنا متأخر اليوم. وكيف حدث ذلك؟ أنا لا أدري، ساعتي هذه إنها ثمينة وغالية جداً، لقد جنت. إنها 9 صباحاً في ساعتي، ولكن في ساعتي الغابة العاشرة. هل ضبطت ساعتك؟ نعم، لقد ضبطتها صباحاً. وماذا عن البطارية؟ غيرتها 5 مرات. أرني الساعة. حسناً، أنا أعتقد أنني أحتاج لمفتاح صغير. أزال الأستاذ ثعلوب السطح الزجاجي ونظر بالداخل. ها هو إذن. ماذا؟ هل وجدت ساحراً بالداخل؟ ماذا؟ لا، بالقطع لا. إذن ما الأمر؟ إنها مجرد حبة رمل كانت عالقة. لا، لقد تعطلت ساعتي. كلا، إنها محض حبة رمل، سأزيلها وستعود الساعة سليمة. حقاً؟ نعم حقاً. انتهيت، ها هي، لن تتأخر مجدداً. شكراً جزيلاً لك أستاذ ثعلوب.
على الرحب عزيزي. لوح الأستاذ ثعلوب مودعا هفاف. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة.